السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم شنطة جميلة جدا. الشنطة دي اللي هي الجناب بتاعتها خشب زي ما انت شايفة، ولها مسطرة من قدام بخيط السلسلة. الشنطة سهلة وبسيطة جدا، هنستخدم فيها برضو غرز بسيطة عشان اخواتنا المبتدئين يقدروا يتابعوا معنا. اتمنى انها تعجبك ويكون الشرح سهل وبسيط، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالي نتعرف على الخامات اللي احنا هنشتغل بيها الشنطة دي. طبعا الاول الخشب اللي احنا بنجيبه، طبعا انا شغلة واحدة عشان اوريها لك، ده الخشب انت بتجيبيه، فيه منه بيبقى سادة كده وفي طالع طبعا مشجر وحاجة عليه رسومات كتير، اختاري اللي انت عايزاه. انا اخترت انها تكون سادة، تمام. ده بالنسبة دول الايه الجنبين، هيبقوا كده الجنبين كده، وطبعا دي المسطرة اللي بيبقى ايه قدام ماسكة القلاب. وكمان انا هحتاج هتجيبي بقى سواء خيط كليم او مكرمية او سلسلة اللي انت عايزاه. انا جايبة خيط سلسلة ولفيته شلال، دول حوالي 650 جرام تقريبا، يعني انت هتجيبي كيلو الا ربع تقريبا. ولو مكرمية برضه هيبقى نفس الكلام، اما الكليم ممكن يختلف شوية، لو انت هتعملها بالكليم هيبقى اكتر شوية. كمان انا لو انت هتشتغلي بمكرمية او سلسلة مش هتجيبي مقص، لازم هتجيبي ولاعة عشان خاطر ايه، احنا ما بنقصش لا السلسلة ولا المكرمية بالمقص، بنقصهم بالولاعة. كمان انا هحتاج ابرة تكون مناسبة مع الخيط بتاعي، ده لو انت مثلا بتشتغلي بسلسلة او اطانة او اي حائل، يعني ممكن السلسلة والاطانة ساعات احيانا الخامات بتاعتهم بتكون مختلفة. فانا هحتاج ابرة رقم، هنا الابرة ديت هي رقم 4، دي الابرة الصغيرة، والابرة الكبيرة اللي هي رقم 4.5. هحتاج رقم 4 اللي هي الصغيرة عشان ادخل بيها من الفتحات عشان تبقى مريحة معايا وتديني شغل حلو زي اللي انت شايفاه ده كده، وعشان كده انا عاملة ده، انا عاملاه بابرة رقم 4. اما بقيت شغل الشنطة هشغله بابرة 4.5، تمام كده. يبقى انت طب هتختاري لو انت عندك جايبه مثلا اللي هو الاطان التخين او المكرميه، هتختاري ازاي؟ هتعملي الخيط كده عندك في قلب المعكوفه او الخطاف، يعني في ناس بتقول لي ايه المعكوفه؟ المعكوفه دي الخطاف، كنا زمان بنقول عليها المعكوفه. هتعملي كده، لازم الخيط يكون يا دوبك على القد، لا طالع بره الخطاف ولا محبوس جوه قوي، يعني بقى ايه رفيع جوه، يبقى يا دوبك على القد كده. دي هتبقى الابره المناسبه اللي هتشتغلي بيها، واقل نمره او نص نمره عشان خاطر نعمل الفتحات. طيب حاجة تانية، طبعا هتجيبي ابرة سواء البلاستيك او المعدن، هما دلوقتي بيبيعوا اللي هي الابرة المعدن ديت، انا بفضلها، او ممكن بتجيبي ايه البلاستيك عشان نشطب بيه. كمان بالنسبة للاكسسوارات، الاكسسوارات بتاعت الشنطة هنحتاج 2 حلقة من دول عشان نشبكهم بنفس الطريقة اللي شفتيها دي كده، انا مشبكة واحدة وادي ايه التانية. وكمان هحتاج الايد اللي هي بيتقال عليها الايد الهنجي، الايد دي بتبقى سهلة جدا اهيت عشان خاطر نقدر ايه نركب بكل سهولة، ده بتفتح وتركب ايه بكل سهولة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، تبقى كده الشنطة ايه تمام مظبوطة معاكي. كمان انا هحتاج مغناطيس سواء بقى اللي هو معاه في جلدة او مغناطيس عادي ايا كان هنشبكه، فانا محتاجة كمان ايه مغناطيس. يبقى دي كده الاكسسوارات بتاعة الشنطة اللي احنا محتاجينها، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. هبدأ اشتغل الاول الخشب بتاعي، هحط عليه الخيط بتاعي، وبعدين هاخد الابرة اللي هي اقل نمرة اللي قلنا عليها، اقل نمرة او نص نمرة. هبدأ اجي في الفتحة بتاعتي اللي هي اول فتحة، تمام. انا عندي دول 25 الدوران عندي ده 25 فتحة، حسب بقى الدوران اللي عندك، لاني طبعا انا دي جايباها من مدة، عندي من مدة قبل ما يطلعوا المشجر، هم دلوقتي مطلعين الايه المشجر ومطلعين حاجات كتير، بيبقوا تقريبا 23 فتحة، مش مشكلة 23 او 25 ايا كان. هبدأ ادخل في الفتحة الاولى وهجيب الخيط بتاعي وهسيب مسافة كده عشان ايه تبقى متشطبة، وهسحب الخيط بتاعي كده، تمام. وبعدين هبدا ان انا اجيب الخيط دوت، هحبس عليه الغرزه الاولى، شايفه اهو خيط الفتله اللي انا سايباها عشان اشطب منها، هحبس عليها. بص شايفه انا عملت ايه اهو، هحبس عليها الفتله الاولى عشان تبقى بس السلسله الاولى او الغرزه الاولى ايه جامده، تمام. بعد كده هعمل تاني في قلب الفتحه، هعمل فتحه كمان، وانا بشتغل الفتحات هشتغل على الخيط اللي انا سايباه عشان اشطبه. يبقى كده ايه الفتله دي اتشطبت بالمره. وكمان وانا ماشيه كده ارص الايه، دايما وانت ماشيه كده رصي الغرز، خلي الغرز تبقى ايه معاكي مرصوصه، ما تبقاش الغرز راكبه فوق بعضها. هرجع اروح تاني للفتحه الثانيه، وبرده اهو هشتغل غرزه، وانت بتشتغلي ريحي ايديكي عشان انت بتشتغلي بابره اصغر نمره او نص نمره على حسب،
فريحي ايديك عشان تعرفي تخشي فيه السلسله بتاعت الغرزه. تمام، وانا بشتغل بص شايفه هرص الايه، شايفه لو الغرزه ركبت فوق بعدها رصها كده، شايفه اهي. هبدا تاني هشتغل غرزه تانيه، وبرده انا ماشيه باخد الخيط معايا اشتغل عليه. لازم ترصي الغرز عشان الغرز بتاعتك تبقى شكلها حلو، ما تخليهاش راكبه فوق بعضها. انت وانت بتشتغليها بصي تلاقيها، بصي شايفه تركب فوق بعض كده الغرز، تحس ان جايه ايه يعني فوق بعضها، لا خليها ايه مترصه كده. وبعدين هشتغل تاني غرزه كمان، وطول ما انا ماشيه هشتغل على الفتله اللي انا سايباها اللي انا بشطب عليها دي اهي، شدها كده وبشتغل عليها. وفي كل فتحه انا هشتغل غرزتين حشو. هو الشغل على الخشب يبقى هو اكتر حاجه بس متعبه شويه، وبعد كده ايه خلاص اهو انا بشتغل تاني وباخد شايفه واخد الايه الخيط بشتغل عليه. في كل غرزه هشتغل غرزه حشو، غرزتين حشو اهي. اجيب دي فوق عشان اشتغل عليها، هرجع غرزه كمان في نفس المكان. يبقى احنا كده ايه هنأسس الخشب كده بالشكل ده كده، همشي في كل فتحه من دول انا غرزتين لحد ما اخلص اخر غرزه. خلصت الدهان كله زي ما انت شايفه كده، في كل ايه فتحه عملت غرزتين. في حل من الاثنين، يا اما هنا تقطعي عشان وبعد كده تشطبي الفتله. انا هنا عايزه الف زي دي كده، عايزه الف غرزه السلسله هنا كده بالشكل ده. طبعا ايه ممكن هتقطعي وبعدين تبداي بدايه جديده، فيبقى عندك فتله مقطوعه وبعدين عندك بدايه فتله ثانيه، فيبقى عندك فتلتين زياده هتشطبيهم. انا هخليكي تستغني عن الفتلتين دول. الفتله اللي هي الاخيره او الحلقه الاخيره بعد ما خلصنا اخر غرزه هرفعها كده شويه، باجي من اول غرزه شايفه هنا هدخلها واسحب الحلقه دي لورا، بس وانا بسحبها اخلي بالي شويه. انا سحبت الحلقه اهيت، تمام، انا هطولها بس شويه الاول كمان اهو، طولتها وبعد كده هبقصرها زي ما انا عايزه. هبدا ان انا اسحب الحلقه دي من هنا، طلعتها كده، اطلعها كده واشدها بحيث انها تبقى محافظه لي شايفه على دي. دي لما هاجي اشتغلها واشبكها في قلب الشنطه نفسها هتبقى ايه مسنوده، بس مش عايزاها تبقى ايه تروح منك ورا قوي كده، لا عايزاها تبقى ايه شايفه بالشكل ده كده. وبعدين هبدا ان انا اشد الفتله دي اهو على قد المسافه اللي هي هنا دي، قد المسافه دي كده قدها اهو شايفه. وبعدين اسحب الخيط بتاعي واسحبه من قلب السلسله اهو. ممكن بقى اعدل ايدي كده عشان ايه تبقى كده ايه معدوله كده. خلاص انا ايه يبقى انا شطبت الحرف هنا شايفه، وقبل ما امشي اي غرزه قبل ما امشي اظبط اشد الايه اشد دي السلسله دي، وفي نفس الوقت انا ماسكه دي سنداها، يبقى انا كده ايه ظبطت الدنيا. وبعد كده هبدا ان انا ايه اكمل شغلي عادي كده. انا استغنيت ان انا اشطب كمان فتلتين، يبقى كده انا هشطب فتله واحده، وفتله البدايه انا شطبتها وانا ماشيه خلصتها ما بين الشغل، يبقى انا كده ريحت نفسي من كذا تشطيب. وبعدين همشي بقى في كل غرزه هعمل غرزه وانا بشتغل كده اريحها عشان ما ايه ما تبقاش مشدوده. وبعدين هي غصب عنها عشان هي على خشب، والخشب ما بتنيش، هو مش جلد طبعا، اصل لو جلد ممكن هتقوص، لكن هو غصب عنها هي الغرزه هتاخد راحتها غصب عن يعني غصب عنها هي هتشد نفسها زي ما انت شايفه كده اهو. هخلص الشغل، وطبعا لو انا الابره لفت مني ولا حاجه يعني ما اخليش الفتله تبقى ايه يعني ما اخليهاش مثلا لفت مني كده، لا انا ايه انتبه انها تكون ايه مظبوطه. هلف الداير كله كده، وصلت كده انا للاخر اهي، دي اخر غرزه انا عملتها في الداير. وبعد كده طبعا انا الفتله دي هسيب منها كده مترين عشان نقدر نشطب، يعني تقريبا انا هقيسها بالتقريب كده مترين كده، متر التاني تقريبا ايه مترين كده اهي عشان نقدر نشطب منها الجنب. وبعد كده طبعا احنا قلنا ما بنقصش بالايه بالمقص، بنقص بالولاعه، بتخلي بالك على ايدك تمام اهي، تحاولي ايه تمام. بس احنا كده ايه قصيناها، لو في طرف كده حاولي ايه تلسعيه عشان ما ايه ما يفكش منك.
وهبدأ بقى أشد دي كده فوق كده، أشد المترين اللي أنا عملتهم أهم، وبعدين شدتهم كده، وبعد كده بالإبرة هاجي من إيه من الظهر من هنا كده، وأسحب الخيط تاني لورا كده، وخلاص انا كده اسيب الفتله دي لحد ما اجي اشطب الايه الخيط. يبقى انا كده زي ما انت شايفه هي بدايه واحده اللي بداناها، بدايه فتله واحده وشطبناها واحنا ماشيين، وكمان ديت هنشطبها واحنا بنشطب الايه الشنطه جنب الشنطه، نشبك الشغل بتاع الشنطه نفسه في قلب الايه الجنب. يبقى احنا كده ايه بدايه واحده ونهايه واحده، ومفيش عندنا تشطيبات كتير ولا خيوط كتير. تعالي بقى نشتغل المسطره. قبل ما نشتغل المسطره تعالي ان احنا ايه نركب الايه الحلقه دي زي الحلقه دي بالظبط، عشان ايه نبقى خلصنا الايه الاكسسوارات خلصت معانا. هجيب فتله من خيط السلسله تقريبا طولها متر والدومها في الابره بتاعتي، وهنا دي الحلقه بتاعتي كده هحطها من عش، ده الوش بتاع الايه الجنب بتاعي، هحط الحلقه كده، وبعدين هاجي من فوق من هنا كده، وبعدين ايه هسيب مسافه كده ورا، وبعدين ايه هنزل تحت كده من الناحيه الثانيه عشان انا عايزه اربط عليها في الاول اهيت، وبعدين هربط عليهم ربطه، هسيب مسافه كده اقفل عليها واربط عليهم ايه ربطتين كده جامدين، واجمد الربطه بتاعتي كده كده انا ايه ربطت عليها. وبعد كده طبعا الفتله دي اشتغل عليها اللي هي الايه اللي ورا دي، وهجيب كده وبعد كده هرجع تاني من فوق من هنا، وبعدين انزل تحت كده هرص مجرد رص كده زي ما انت شايفه كده بالشكل ده كده رص كده عادي، رص فتل عادي تحبس على الحلقه بتاعتي اهي تمام، وارص الايه الفتل جنب بعض ما خليهاش ايه متراكبه على بعضها اهو، بس اجيب الايه عشان ديت ايوه اهي، وبعدين ارجع تاني هنا، وبعدين تاني اهي، هفضل بقى اعمل كده لغايه ما ايه ما اخلصها، او بمعنى اصح اشوف انا هنا مثلا عملت كام لفه، يبقى هنا زيهم بالظبط عشان يبقى في تناسق ما بين الاثنين نفس عدد اللفات. هكمل انا بقى كده، اعملي عدد لفات ما ترتبطيش بيا، ما ترتبطيش باللفات اللي انا عاملاها، اعملي على حسب ايه الفتحه بتاعتك ما هتاخد او الحلقه بتاعتك، اهم حاجه تحبكي عليهم بالشكل دوت. هكمل انا كده، خلصت اللفات بتوعي قد اللفات اللي هنا بالظبط، يعني كانوا دول بالنسبه لي انا 13 لفه وهنا دول 13 لفه، وبعد كده هاجي من الظهر من هنا وعندي فتله البدايه لسه موجوده كده، وبعدين ابدا اربطهم تاني هنا ربطه مع بعض. يبقى انا فتله البدايه كانت مربوطه في الاول ومربوطه في الاخر، كل ده انا بعمل ليه؟ عشان متانه الشغل يبقى متين. ربطتهم هنا كده مع بعض كده، خلاص الايه الغرزه ال 13 اللي هنا اتحبكت، وبعدين هاجي طبعا بقى كده من تحت الشغل واحده واحده كده ابدا ايه ممكن واحده واحده كده او فتلتين فتلتين ابدا اجي من تحتها اشطب الايه الشغل بتاعي، ممكن واحده واحده كده عشان ممكن هم كلهم مع بعض مش هيعدوا، واحده واحده كده اهو او اتنين اتنين على حسب، اهم حاجه ما تدخليش عشان دي ابره معدن ممكن تدخل معاكي في قلب الايه فتله الايه السلسله. هكمل بقى كده للاخر وبعد كده تعالي نقصها. خلصتها بالشكل ده، وبعد كده طبعا قلنا ايه بنحرق شغلنا بالولاعه، طبعا انا بكون حريصه شويه في شغل الولاعه اهو، وبعدين على طول الزقها ايه شايفه في الظهر كده، وبعدين برده هاجي البدايه ممكن اقطع الايه الزياده بتاعتي، وبرده عشان اهو كل ده طبعا من الظهر اهو، وبعدين الزقها كده على طول، ولو فلتت مني ممكن ايه اديها لسعه كده اهي تمام كده، خلاص هي ايه اتثبتت ومتينه جدا معايا، وكده ركبنا الايه الحلقتين اللي منهم بعد كده هنركب الايه الجنش بتاعنا. نبدا بقى ايه نشتغل في المسطره. قبل ما اشتغل في المسطره لازم الاول بمنديل كده او بقطعه قماش انضف الايه الجزء اللي جوه كده، ونضف الحروف عشان ساعات بتبقى من مطرح حرق او مطرح الليزر بتبقى هنا ده اسود، فانا لازم اتاكد عشان ما يعلمش معايا ان هو ايه مظبوط كده نضيف كده تمام، دي اول حاجه لازم اعملها.
نبدأ بقى نشتغل المسطرة بتاعتنا. والمسطرة دي بتيجي بشكلين، شكل بيكون الاتنين قد بعض، الحرفين قد بعض، وساعات بيجي شكل حرف رفيع وحرف ايه تخين. فانت لو جالك الشكلين قد بعض اختاري اي وضع واختاري اي وش، لو الوش زي الظهر. انا لو بيجي لك حرف تخين وحرف حرف رفيع وحرف تخين هتشتغلي اكيد على الحرف الايه الرفيع. هتبدأي تجيبي الخيط بتاعك السلسله بتاعك وتسيبي مسافه كده، مسافه تقريبا قد الايه قد دي كده تقريبا، عشان ايه دي نحبسها جوه تبقى متنه الشغل. وبعدين هبدا اسحب الخيط بتاعي من عند مكان ما انا عايزه اسيب، وبعد كده همسك خيط البدايه دوت اللي انا عايزه اسيبه واحبك عليه الشغل، وارص الغرزه كده واقفل عليه. بصي انا عامل ايه، هقفل عليه بغرزه حشو، بغرزه اللي تعتبر اول غرزه معايا. تمام، انا قفلت كده باول غرزه، ولازم اهم حاجه ارص الغرز جنب بعض. وبعدين ابدا اعمل هنا على الحرف اللي عندي بقى، سواء اللي هو الحرفين قد بعض او حرف اللي هو الرفيع، اعمل غرز حشو. اهم حاجه وانت بتعملي رصي الغرز جنب بعض، اهم حاجه الغرز دي تبقى مرصوصه جنب بعض. وخيط البدايه ده تكوني انت شداه كده وبتشتغلي عليه من الظهر. وبعدين هبدا ارص غرز حشو وما تكبسيهاش قوي. ليه؟ لان هنا بتبقى هنا دي ضيقه، وبعدين نيجي نشتغل الشغل بتاعنا فالشغل ياخد راحته توسع، فكده كده تبقى هنا مزمومه، فما تملهاش هنا قوي عشان ما تطلعش الشغل منك واسع قوي. طبعا انا ايه هضيق الايه فتله السلسله ديت، وبعد كده اهو باخد على الفتله من ورا اقفل عليها اعمل غرز حشو. وبعدين طبعا هم بص هيتلموا جنب بعض همت، بس اهم حاجه يكونوا مرصوصين، او تجيبي ابره جنب منك كده او اي حاجه جنب منك ترصي بيها الغرز. يعني مثلا الغرز لو بص شايفه عامله ازاي مع هنا مع بعضها، ترصيها بالشكل ده كده تظبطيها اهو. اشد الايه فتله البدايه، وبعدين برضو اكمل غرز حشو. اهم حاجه ترصيها صح اهو، ولو واسعين زي ما انت شايفه كده بصي بيتزموا تاني على مع بعضهم اهو، وانا بحبك ايه جامد وبشد فتله البدايه اللي انا ماسكاها اللي انا بقفل عليها من ورا اهو. هعملها كده غرز حشو. انا هنا عايزه عدد فردي في الغرزه بتاعتي دي، عايزه عدد فردي، يعني مثلا ايه هعمل 29 غرزه، هعمل ايه 31 غرزه، على حسب ما انا اشوفها مشغوله معايا ازاي. هكمل انا كده واعدهم واشوفهم، اهم حاجه عندي يكونوا ايه عدد فردي. هعمل 29 او 31 انا هشوف العدد يمشي معايا ازاي. عملت على الحلقه انا 33 غرزه مش 31، لان 31 لقيتها صغيره جدا، وزي ما انت شايفه في فراغ من هنا وفي فراغ من هنا، بس هي لما تتشغل هتاخد طبعا هتوسع اكتر، فاحنا مش عايزينها تبقى اكبر من الايه المسطره قوي. هبدا بعد كده وهعتبر اللي انا اشتغلت من عليه ده هو الظهر، تمام مش الوش، يعني الوش هو اللي هشتغله اللي جاي. هرتفع غرز السلسله وهلف دايما من انا من على الوش هشتغل غرزه حشو، بس المره دي هشتغل غرز اول سطر بس، هشتغل غرزه الحشو دي من الاثنين لوب. تمام، هدخل في الغرزه الاولى اهو، انا ارتفعت غرزه اللي هي ديت اللي هي دي، هدخل في الثانيه ديت، هدخل في الاثنين حرف بتوعها وارتفع واعمل غرزه حشو. هرجع تاني في اللي بعدها وبعدين برضو غرزه حشو. طول ما انا على الوش بعمل غرزه حشو، السطر الاولاني بس بعمل غرزه حشو من الاثنين حرف، الاثنين حرف بتوع السلسله عشان بس يظبط الشغل معايا. تمام، وهو ده الوش بتاعي، يبقى انا على الوش بشتغل غرزه حشو. عايزه تكملي الشنطه كلها غرزه حشو مفيش مشكله، يعني ايه انت برضو براحتك اهو. انا بدخل من الاثنين حرف اهمت بعمل غرزه حشو عاديه اللي بيقولوا عليها سنجل ستيتش. وانا هنا عامله عدد، قلنا عدد فردي، فردي يعني ايه؟ يعني يقبل اسم على 2 زائد 1، او مثلا زي عدد ايه 3 7 كده. فانا عامله طبعا 33 غرزه، هكمل ال 33 غرزه حشو بالشكل ده. خلصت ال 33 غرزه حشو وتاكدت منهم ان هم 33 عدتهم، يعني ان هم عدد فردي، مش شرط 33، انت على حسب المسطره بتاعتك. هبدا بعد كده ارتفع غرزه وهلف كده على ظهر الشغل، يبقى قلت لك وانا على وش الشغل بعمل غرزه الحشو. هاخد طبعا دي الغرزه اللي انا ارتفعتها، الغرزه اللي جنبها اللي هي الثانيه اللي هي دي، انا دي الغرزه اللي ارتفعتها
التاني اهو، الغرزة اللي جنبها اللي هي ديت دي هدخل فيها كده واسحب منزلقة. وبعدين هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، هدخل في الاتنين حرف واسحب الخيط. بقى معايا ثلاث حلقات هسحبهم مرة واحدة كده، عملت نص عمود. هرجع اللي بعدها هدخل في الاتنين حلقة وبعدين اسحب منزلقة. انا كده على ظهر الشغل، وبعدين هلف الخيط هروح للحلقة اللي بعدها اهو، هدخل في الاتنين حلقة وهسحب الخيط وبعدين هسحبهم مرة واحدة الثلاث حلقات. اللي بعدها هدخل في الحلقة في الحلقتين واسحب الخيط واسحب منزلقة. هرجع الف الخيط على الإبرة عشان اعمل نص عمود في اللي بعدها، تمام. الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط، بقى معايا ثلاث حلقات هسحبهم مرة واحدة عشان يبقى كده نص عمود. هرجع بعدها ادخل فيه تحت السلسلتين اهو، هسحب الخيط وارجع اسحبه تاني عشان يبقى منزلقة. هرجع تاني هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود. يبقى انا بعمل غرزة وغرزة، غرزة نص عمود وغرزة ايه غرزة منزلقة. الاول بدأت بمنزلقة نص عمود، منزلقة نص عمود، هفضل اكمل السطر ده كده بالشكل ده. طب احنا ماشيين بصي منزلقة نص عمود، منزلقة نص عمود، فالمفروض ان انت هنا هتنتهي بايه؟ انت عندك منزلقة نص عمود يعني عدد زوجي، انت هنا عندك عدد فرعي دي، فانت هتنتهي بغرزة ايه؟ منزلقة. خلصت السطر كله، ودي كانت اخر غرزة هعملها معاكم اللي هي غرزة منزلقة. وبعدين هلف الشغل وارتفع غرزة. دلوقتي انا بصي هنا دلوقتي انا على وش الشغل، قلت لكم انا على وش الشغل بعمل حشو. الحشو السطر الاولاني انا مش هعتبرها في التكرار، لان ايه؟ انا مش هعمل حشو زي، انا اي نعم هعمل حشو بس مش زي نفس طريقة الحشو دي، مختلفة شوية. ايه الاختلاف هنا؟ يبقى انا تكراري يبدأ منين؟ اللي هي منزلقة نص عمود، منزلقة نص عمود، والسطر اللي جاي دوت. انت بتاخدي غرزة الحشو كنا بناخدها كده صح؟ من الاتنين لوب كده. انا مش هاخدها من الاتنين لوب، هاخدها من اللوب الايه الخلفي، من الحرف الايه الخلفي اللي هو اللي ورا ده. فهبدا هنا دي غرزه الارتفاع، دي الغرزه الاولى اهيت من الحرف الخلفي، وهعمل غرزه حشو. وبعدين ده تكراري، غرزه الحشو بعد كده بتاعتي من الحرف الايه الخلفي اهو، ما فوتش غرزه. كل الشغل احنا بنعمله غرزة حشو بس مش من الاتنين، مش من الحرفين، مش بدخل كده لا كده، لا بدخل كده اهو، بدخل كده من الحرف الخلفي عشان اخواتنا ايه المبتدئين يبقوا عارفين ومركزين معانا. وبشتغل بالراحة خالص اهو، عشان كل مرة تقول لي ايه هدي السرعة شوية وهدي التون شوية. حاضر، انا بشتغل واحدة واحدة خالص اهو، بشغل غرزة حشو من الحرف الخلفي في كل غرزة. طبعا انا عندي دول عدد فردي ولازم اكون متأكدة ان انا عاملة عدد فردي. هكمل السطر كله بالشكل ده، انا كده ايه على الوش. طول ما انا على الوش بعمل غرزة حشو، بس الحشو بتاعتي في كل الشغل مش هتبقى زي الحشو السطر الاول اللي هو ده. السطر الاول خدناه من الاتنين لوب، اما بقية السطور هاخدها من الحرف الايه الخلفي فقط. انا كنت في الغرزة دي، هروح للغرزة اللي بعدها هتديني بص شكل ايه جميل ازاي وبروز للشغل اكتر. هكمل السطر كله، او بمعنى اصح العدد الفردي اللي انا عاملاه انا بالنسبة لي 33 غرزة. خلصت السطر بتاعي وعديته وتأكدت من عدد الغرز، عشان لو عدد الغرز نسيتي غرزة في النص، لان السطر بتاع الايه المنزلقة نص عمود بتبقى الغرز بتاعته معوجة شوية، فممكن في النص وارد تنسي غرزة تكون صغيرة، خلي بالك عشان لو نسيتي هتبوظلك شكل الشغل. ودي اخر غرزة انا هعملها اللي هي ال 33 معايا، هعملها غرزة حشو من الغرزة الخلفية. كده انا كنت على وش الشغل وكده عملت تكرار، اللي هو التكرار بتاعي عبارة عن ايه؟ سطر
منزلقة نص عمود وسطر حشو في الغرزة الخلفية. تعالي نعمل تكرار تاني، هلف الشغل وهرتفع غرزة. احنا كده على ظهر الشغل ارتفعت غرزة اللي هي الغرزة ديت، وبعد كده هدخل في الغرزة الاولى، او بالنسبة لك لو هي قدامك السلاسل هتبقى التانية بس هي الاولى، لان الاولانية انت ارتفعتيها عملتيها ارتفاع. هدخل في الغرزة الاولى وبدخل من الاتنين حرف زي ما انت شايفة كده، وهعمل غرزة منزلقة. احنا كده على ظهر الشغل بنعمل السطر ده على ظهر الشغل، وبعدين هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها في الاتنين حرف، اسحب الخيط بقى معايا ثلاث حلقات، هسحبه مرة واحدة عشان انا كده عملت نص عمود. ده التكرار بتاعي، تكراري منزلقة نص عمود. هدخل في الغرزة اللي بعدها في الاتنين حرف، هعمل منزلقة، اسحب الخيط وبعدين ارجع اسحب، وبعدين هلف الخيط على الابرة، وبعدين هنزل في الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط بقى معايا ثلاث حلقات، هسحبهم مع بعض كده عملت نص عمود. ارجع اكرر تاني في الغرزة اللي بعدها منزلقة، بنزل واسحب الخيط بقى معايا حلقتين، اسحب الاولى من اللي كانت موجودة دي كده المنزلقة. بعد كده هلف الخيط، انا بشرح بالراحة عشان اخواتنا المبتدئين اللي بيقولوا لي دايما بالراحة، نشوف انا باكد على الكلمة دي، انا دايما يقولوا لي بالراحة. لفيت الخيط هدخل في الغرزة اللي بعدها وبدخل من الحرفين لوب في السطر ده، بدخل من الحرفين لوب، سطر الحشو بس هو اللي بدخله من الحرف الايه الخلفي. بسحب الخيط بقى معايا ثلاث حلقات على الابرة، بسحبه مرة واحدة. بعد كده بنزل على طول في الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط وبعدين ارجع اسحبه من الغرزة، عملت منزلقة، هلف الخيط على الابرة وانزل الغرزة اللي بعدها، وبعدين اسحبهم مع بعض كده. ده التكرار بتاعي، هتخلصي كده بالشكل ده كده السطر كله. وزي ما قلتلك دايما زي السطر اخوه اللي كان سابق هنا، احنا بنبدأ بمنزلقة وننتهي بمنزلقة. عايزة اقول حاجة عشان في اخوات لينا هيقولولي الغرزة دي بالذات لازم تبدأي بمنزلقة تنتهي بنص عمود، او تبدأي بنص عمود تنتهي بمنزلقة. هقولك لا، هنا في طريقتي انا لا، الطريقة اللي انت هتقولي عليها واللي انا عارفة ان كتير هيقولوا اسألوني عليها الكلام ده، لما اكون بتعملي وش وظهر زي بعض، يعني الظهر بتعمليه زي الوش، اما انا هنا لا، انا بعمل وش الوش بعمله حشو من الغرزة الخلفية، والظهر هو اللي بعمله بالشكل ده عشان يديني تقسيمة اللي انت شايفاها ديت، يديني التقسيمة اللي انت شايفاها دي. التانية اللي انت بتقولي عليها ان لازم ابدأ بمنزلقة انتهي بعمود بنص عمود، او ابدا بنص عمود انتهي بمنزلقه، لما بتكون بتعملي وش وظهر زي بعض بالظبط. هنا في فرق في الغرزه، عشان يا جماعه ما حدش يسالني السؤال دوت في التعليقات. خلصت السطر كله، فاضل لي اخر غرزه بس عشان ما تنساهاش، اللي هي الغرزه الايه المنزلقه، بتبقى الغرزه الايه الاخيره ايه متعبه شويه. بعد كده هرتفع غرزه السلسله والف الشغل، وقلنا زي ما انت شايفه، بصي انا عايزه اوريكي حاجه، ان بصي شايفه الغرز ايه السلاسل، بصي معوجه، بصي واحده داخله واحده طالعه، عشان طبعا احنا كنا بنعمل ايه نص عمود منزلقه، يعني واحده تحس انها طالعه واحده نازله. فعشان كده بقول لك في سطر الحشو بالذات ما تنسيش غرزه، لان سطر الحشو ده هو اخطر سطر، يعني انا بعتبره السطر الخطير. انا ارتفعت غرزه اللي هي دي، فهدخل في الغرزه اللي بعدها، هدخل فين؟ مش في الاثنين حرف، هدخل في الحرف الايه الخلفي، اعمل غرزة حشو. تمام، في كل غرزة هدخل اعمل غرزة حشو في الحرف الخلفي، في كل غرزة ما تنسيش غرزة. انا بأكد تاني على سطر الحشو عشان ممكن انت شايفة، بصي الغرزة بصي نازلة ازاي، شايفة دي بصي عاملة ازاي، ممكن تشتغلي في دي ودي والسيبي دي اللي هي ايه تحس انها نازله شويه، فانت انتبهي كويس قوي في سطر الحشو. وممكن عشان ما تتعبيش ممكن تعدي السطر بتاعك، هيكون افضل لك مما لو نسيتي غرزه وفكيتي وانت ماشيه كده، تعدي الايه الشغل بتاعك. هكمل كده بقى غرزه حشو في الغرزه الخلفيه السطر كله، ويبقى كده انا عملت تكرارين. هتكرري بقى كل التكرارات بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، السطرين اللي احنا عملناهم دول لحد
فضلت اشتغل السطور اللي انا بشتغلها اللي هو تكرار السطرين اللي قلنا عليهم لحد ما وصلت ال 25 سنتي بالمسطره. اهم حاجه يعني ليه ال 25 سنتي؟ عشان انا هعمل ده القلاب بس وبقيه الشنطه هعملها شغل تاني. يعني انت لو مسكتي بصي القلاب مثلا ده الظهر ومثلا مسكتي من هنا كده اهو هتقيسي وتلفي كده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه في القلاب، فتقريبا عامل معايا 25 سنتي اللي انت شفتيهم دول تمام اهم بالمسطره. طبعا دول انا عملتهم كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تكرار انا عملتهم. طبعا انا ما عدتش سطر الحشو، انا عديت الايه السطور اللي بنعمل فيها ايه منزلقه نص عمود، وانتهيت بسطر اللي هو منزلقه نص عمود. خلاص كده هبدا بقى ايه اعد الايه الغرز اللي انا عاملاها هنا، اعد دول كام غرزه. طبعا انا دول شوفيهم بقى دول معاكي كام غرزه كده. انا هنا انتهيت بالسطر بتاعي اللي هو الاخير اللي بنعمل فيه منزلقه ونص عمود، وارتفعت غرزه، وهبدا بعد كده اشتغل غرزه حشو بالعدد اللي احنا قلنا عليه في الخشبه هنا، العدد اللي عندك شوفيه بقى كام. وهشغل غرزه الحشو اللي كنت بشغلها في الاول، كنت بشغلها من الغرزه الخلفيه، اما دي هشغلها بصي من الاثنين حرف، هاخدها من الحرفين بتوع السلسله. كمان انا بالنسبة لي هشتغل السطور بتاعتي يعتبر 50 سطر هما اللي هشتغلهم، اللي هما بالنسبة لي انا 25 فتحة في 2 يبقى ب50، وهحط ماركر هنا عشان بالنسبة لي يبقى ده سطر البداية اللي هبدأ اشبك منه من عند القلاب. كده انا خلصت الخمسين غرزة اللي عندي هنا اللي هما دول اللي هما الدوران دول. بس في حاجة تانية، عدد سطور تاني انا زودته، زودت انا بالنسبة لي، تعالي اقولك هنا، هنا ده دوران شايفة، لو انا ركبت قصد غرزة كل قصد غرزة هيجي من هنا مشدود ومصفط. يعني انا مثلا لما اجي اشد كده ابص الاقيها ايه من هنا تبقى ايه، لما اجي اعملها كده تبقى مشدودة من هنا كده، بص شايفة ومصفطة داخلة كده، شايفه التصفيطه دي مش هتنفع. فعشان اخليها تاخد الوضع بتاعها الدوران بتاعها الحلو لازم اديها ايه ايه زي تشريب زي الكم كده في الملابس الجاهزه. اصحابي اللي بيخيطوا هيعرفوا انا بقول ايه، لما بنيجي نركب دوران الكم بنعمل حاجه اسمها تشريب خفيف عشان التشريب ده يجي مع الدوران ياخد الايه الدوران كويس. فعشان اعمل ده فانا جيت هنا حسبت دول، دول هنا الدوران كام غرزة عندي؟ ادي هنا 2 4 6 8 10 12 14 غرزة واخدين الدوران، فانا خدت منهم 7 بس، يعني من كل 2 من دول هاخد واحدة منها، يعني اعمل واحدة في 2 وبعدين اسيب واحدة وبعدين واحدة في 2 في الدوران ده بس، اما الباقي هنا ده غرزة وده هنا غرزة عادي. يبقى انا هنا زودت كام غرزة؟ بعد ما عملت ال 50 بتوعي او عدد الغرز بتاعتي زودت نص عدد الدوران ده. شوف الدوران ده عندك كام غرزة؟ اهو الدوران اهوت كام غرزة ونص العدد بتاعه. عشان واحنا بنخيط هنعمل غرزة قصاد غرزة، التانية ناخد لها 2 وبعدين التانية واحدة التانية 2، تقوم تديكي البومبي اللي شكله حلو. هو ده الفرق الوحيد ان انا عملته، ان بعد ما عملت الدور قد العدد زودت نص عدد الدوران. هبدأ بقى عايزة اقفل الجنب بتاعي واقفل الفتلة بتاعتي. زي انا كنت دي ما سبتش فيها فتله، لكن دي سبت فيها فتله، عايزه اسيب الايه الفتله في الجنبين ما فيش مشكله، ما سبتيش ممكن تعوضيها في الايه في الجنب هنا تمام. هسيب حوالي مترين وبعد كده هقصهم، وتخلي بالك على ايدك هقصهم طبعا بالولاعه، تخلي بالك على ايديكي واحده واحده كده اهو، ولو لقيتيها مثلا ما تقصتش كويس السعيهم تاني كده كده ايه قصناها كويس. وبعد كده هبدا بقى امسك الفتله بتاعتي هشطبها، اعدي الفتله كاني هعمل سلسله واسحب الايه الخيط بتاعي. يبقى انا كده قفلت الايه الباجي او جسم الشنطه. تعالي بقى نركبها، تعالي بقى نركب الجنب بتاعنا. انا لضمت الابره بتاعتي وده الوش بتاع الشنطه اهو، ده هنا القلاب وده الوش خلاص، ده جسم الشنطه نفسه من فوق يعني كده الشنطه اهي، الشنطه كده تمام اهي، دي الشنطه بتاعتي كده بالشكل ده مش كده. هجيب بقى الايه الشنطه تبقى من هنا كده، يبقى هفرد ده كده وهنا ده. يبقى انا على فكره كنت ركبت جزء مغناطيس وهقول لك انا ركبته ازاي ماشي. هنا دي قصاد ديت، يبقى هفردها معايا كده اهيت. الخيط اللي موجود معايا هبدا ان انا ايه الخيط ده ادخله من عند الايه الغرزه الاولى دخلت الخيط من عند الغرزه الاولى، هبدا ادخله من تحت الايه شايفه الاثنين حرف دول. الغرزه الاولى بالذات لازم اروح واجي فيها مرتين بالذات عشان تبقى جامده. هرجع تاني اهو
هاجي من هنا وهدخل، يعني هاجي العكس لان هنا مفيش غرزه، فانا هاجي دي من تحت دي كده اهي، وبعدين هاخد الايه الاولى تاني عشان يبقى الحرف هنا متين. وبعدين هاجي من هنا كده اهو من عند الغرزه الثانيه، هاجي بالعرض، مش هاجي كده، مش هاجي كده، انا هاجي كده شايفه اهو من تحت دي كده، يعني دي هي هنا، هي هنا في الجسم، فهجيبها من تحت الغرزه الثانيه في الجسم، واجيبها من تحت الغرزه الايه الاولى اللي هي باينه عندي الاولى هنا في الشنطه، تمام، واشد كويس، اشد كويس، ولو الايه الفتله بتاعتي حاسه انها طلعت مني لانها طلعت مني فوق اهيت، اشدها كويس. وبعدين انا هنا في الخشب مش كده، في الغرزه دي اروح جايه في الغرزه الثانيه تحتها، شايفه انا في نفس الايه، انا كنت طالعه من قلب الخشب في غرزه الخشب، هبقى في الغرزه الثانيه بتاعت غرزه الخشب، دخلت فيها شايفه، بحيث بتيجي ايه شايفه، بتيجي من هنا مش باينه، وبعدين بدخل في الغرزه الثانيه من الجسم، انا في غرزه الجسم مش كده، هروح رايحه على الغرزه الثانيه بتاعت الجسم اهي، انا كنت في غرزه الجسم طالعه من هنا، هاجي منها وبعدين على طول كده بقى، بدل ما ادخل واحده واحده هدخل في الايه في الغرزه اللي كانت دخل اللي كانت طالعه منها، اللي كانت طالعه منها عشان تروح للثانيه اهي، عشان تروح للايه للغرزه اللي بعد منها، شايفه يعني انا دي اللي انا داخله فيها دي، وانا راجعه هرجع فيها تاني عشان بعد كده لما ادخل ادخل هنا، فهدخل في الغرزه اهي اللي قصادها من الجسم واحده واحده بس، عشان ايه هي هتبقى ايه جامده على ايدك شويه بس معلش اهي، واشدها هرجع تاني، هاجي في الغرزه الثانيه بتاعت الجسم، انا كنت هنا مش كده اهي، باينه اهي شايفه، اهي باينه اهي شايفه، انا كنت هنا اهي، هاجي في الغرزه اللي بعد منها، ادخل فين في الغرزه اللي كنت دخلت منها اهي، هرجع تاني في الغرزه اللي بعدها وادخل في الغرزه اللي اهي بعدها، وافضل بقى ماشيه بالشكل ده. يبقى انا كده ده شكل الشنطه معايا، هيبقى شكله حلو يعني، وانت بتشتغلي مش هتشتغلي كده يعني، احنا مش هنشتغل بالشكل ده، لا انا بشتغل اهوت، انا هنا عندي ايه الغرزه، كنت في الغرزه دي، هاجي في الغرزه ديت اللي بعد منها، واتحرى ان انا السن ما يدخلش جوه السلسله نفسها عشان تعدي معايا، وبعدين هبقى هدخل في السلسله اللي كنت ايه اساسا داخله منها، وبعدين هرجع تاني على السلسله اللي بعد منها وادخل في الغرزه اللي كانت بعد منها في الجسم، هدخل في الغرزه اللي بعد منها هنا اهي، وزي ما قلت لك ايه اخلي الابره انا اتحرى انها ما تدخلش جوه جسم السلسله نفسه عشان تعدي، وبعدين ادخل ايه شايفه، شايفه هو كان طالع منين، كان طالع من هنا، كنت داخله من هنا، هطلع فيها تاني اهي عشان اجي في الغرزه اللي بعد منها وادخل في الغرزه اللي بعد منها في الجسم، هاجي في الغرزه اللي بعد منها في الجسم هنا، ده الجسم كنت طالعه من هنا، فدي الغرزه اللي بعد منها هي، وادخل في الغرزه الايه اللي انا كنت فيها اساسا، هرجع تاني في الغرزه اللي بعد منها وادخل في الغرزه برضو الايه اللي بعد منها. اتمنى يكون الشغل واضح. عايزه اقول لك على حاجه تانية، انا خلصت الناحيه دي ركبتها، فعايزه اقول لك على حاجه كمان عشان تظبط معاكي التقفيل ده كويس. فانا هنا مثلا دي البدايه انا قفلتها كده تمام، الاثنين مع بعض اهوت، وجيت الحرف عند الحرف، وجيت بقى رحت ظبطاها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وحطيت اهو خليتها خدت الكيرف والدوران، لان احنا كنا عاملين اللي هي الخطوط الزياده اللي قلت لك عليها، رحت حاطه ايه عند المسافه دي هنا، حاطه ايه دبوس، ممكن تحطي كذا دبوس كده بحيث يظبط لك الايه المسافات بتاعتك، عشان وانت بتلفي الغرز قصاد الغرز تبداي ايه تلفي على مظبوط، ما تبصيش تلاقي نفسك مثلا دي بقت اطول او دي اقصر، لا اظبطيها كده واحبكيها كده اهو، البدايه هي الثانيه
وهنا ديت انا حطاها في دبوس اللي هي البدايه، يبقى الناحيتين انا ماسكاهم اهم، وبعدين حبكت في النص ورحت حاطه دبوس ايه هنا، ممكن احط دبوس هنا ودبوس هنا، يبقى هو كده حبك لي الايه الداير بتاعي، حبكولي بحيث ان انا اقدر اخيط وانا مرتاحه. دي الطريقه اللي حبيت ان انا كمان اقولها لك عشان تريح معاكي الشغل. كده انا خلصت تركيب الجنبين زي ما انت شايفه كده، مش حاطه جواها حاجه، بصي فاضيه ازاي، بس هي طبعا ايه منفوخه على نفسها لان الدوران. والطريقه اللي احنا ركبنا بيها الجنب زي ما انت شايفه، بصي واخده الدوران ازاي، والزياده اللي عملناها عشان تاخد البومبي، والطريقه اللي قلت لك دبسي بيها عشان تداري الستي، فعملت الدوران شكله حلو زي ما انت شايفه كده بصي. وبعد كده طبعا ايه انا كنت مركبه المغناطيس ده، فانا المغناطيس دوت جيت عند الحرف هنا في النص، عند الخشب هنا في النص وركبته، بس وانا بركبه بقيت مثلا انزل اركب من هنا او اسرج عاديه، وبعدين ادخل من هنا، وانا بدخل من هنا انزل في الغرزه اللي جنبها بالظبط بحيث ايه ما تكونش باينه، انزل واطلع بالطريقه دي بحيث ايه خيطت دوت. وبعد كده هت ايه هتحطي المغناطيس الثاني كده وتقلبي القلاب كده وتظبطيه وتحددي مكان اهو، شايفه انا هظبطه واظبط الايه دوت، وبعدين هحط ايه مكان كده اهوت، شايفه اهو. انا كنت مجهزه الفتله ان انا مثبتاها، البدايه بتاعتي مثبتاها اهيت، وبعد كده هطلع بقى من هنا كده اهو، وتبداي ايه تنزلي في الخروم. وانت بتنزلي خلي بالك ما تنزليش جوه ايه السلسله، انزلي ما بين الغرز عشان الابره معاكي تعدي اهو. هرجع تاني هطلع من هنا اهو، وبعدين في الخرم اللي بعد منه او الفتحه اللي بعد منها، وبعد كده ايه اكمل بقى الداير كله كده، والفتله الاخيره اثبتها من جوه وبرده ألسعها بالايه بالولاعه، وخلاص على كده احنا ايه خلصنا الشنطه. وطبعا بالنسبه للايد، طبعا انا في اول الفيديو قلت لك على الايد الهندي، انت لو عايز تركبي ايد هندي بتركبيها. كمان انا لقيت عندي ديت الايد ديت طبعا بنفس اللون تقريبا مناسب له، فجميله اللون بتاعها على حسب ما انت عايزه، سواء الايد دي او الايد دي، دي بتطول وتقصر، ودي كمان برضو بتطول وتقصر، يعني الاثنين بيطولوا ويقصروا على حسب الموديل ما انت حباه. الشنطه بسيطه جدا وسهله، تقدري تعمليها في يوم واحد، يعني مش هتاخد منك وقت. رابط الجروب اللي انا جايبه منه الخامات هحطه لك في صندوق الوصف. اذا كنت جديده في القناه انا برحب بيكي وبقول لك اهلا وسهلا نورتيني، من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.